والله خالديتي اليوم وخاطرتي انا خالد. قولوا شنو؟ عفريت عفريت يا سيدي ابو علي، ما شفنا ابو علي هذا اللي يطير الاحمر. اي والله لا اشوفه مرات يجي من شهر. بسالك مين اللي تسميه عفريت؟ الله بالقران يقول وقال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. اما سيدنا موسى طلب مملكة سبأ. بسألك أنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شلون كان عفاريت؟ شنو كان؟ الله مسألك نعوذ بك من الإنس والجن وإبليس والهوى والشيطان، العفريت شلون تحارب؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أوتي مجامع الكلم وكان يقول عليكم بالصالحين والصالحات. أنت سيدي أبو عيسى شلون تعرف هذا الشخص او المره عفريت او عفريته؟ القران كل شيء بالقران. لا بالحياه الدنيا بس العفريت من الجن يا سيدي. لا لما في كويتين مر اليوم واحد مر على واحد قال له شو اخبار فلان؟ كان يقول له عفريت. يعني من الجن يعني متشيطن يعني سيدي عفيفي خبيث. مين هو العفريت؟ طول من الجن. لا بالدنيا من الانس. من الانس برضك يعني اللي يعني برضه القوي واللي يعني مالوش امان. الله الوالد كان يقرا على الجن والانس. سيدي وساشم رفع وزير ناب الشيخ طريق رفع صفيه عن موضوع العفريت. فلان تقول عنه عفريت هو اللي بين الذيب والثعلب الواوي واولاده اوى طبعا والش اسمه. انت العفريت مين هو بحياتك؟ يقول سيدي القناوي ان في مصر كان جده يشوفهم كان يسلم عليهم. يعني يشوف خيال، يشوف شغلات مثل هذه، يشوفوا هذه اللي هي الاجر مش عارف. لا 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 عشان يخوف العيال دي. لا هذيك يسمونها عروس البحر، حطوها مره بالفيلم. بس عروس البحر ده انت في بحياتك شفت انسان مره او رجل عفريت يعني؟ والله جدتي امي الله يرحمها تقول انه القطه كلمتها. الله تقول لها اعطيني من هذا السمك اللي تنظفينه اعطيني ابي اكل. والانس شفت عفاريت من الانس؟ كويتين يسمونها شقردي. بس شو نعرفه؟ كثير عاد. ودك تصير عفريت سيدي؟ لا الحمد لله على خير. يا رب الله. اي والله خليك من اهل التسليم كما كانوا الصالحين. بس في فعلا قطط، في قطط ممكن تعمل سحر. شفت القطط عند درج اخوي بقطه سوداء وانا طالع بالدرج. لا ابو علاء يقول شنو القصه اللي شفتها؟ هذه قطعت الشارع. ناس لعبوا بالاسانسير عند اسمع علي المي. ناس لعبوا. شنو قال لك صاحبك؟ يقول هذه راحت بيتها. سبحان الخالق. ناس لعبوا بالاسانسير. يعني هي كلمه عفريت ما تطلق على الرجل الصالح او عفريته؟ شنو عفريتك؟ اكو شغله يستعملوها الناس بالحياه على الجن. حفيفي في شغله يستعملوها الناس بالحياه يسموها عفريته. ده الافروت بتاع الميكانيكي. والله هي عفريته يقول. اي والله عشان شكل هيكل الانسان يسمونه بلسوت. بلسوت نقول عليه عفريته. بسألك هو الانسان مهما عفرت رجل او امراه يعني هو بالنهايه مصيره انه في قبره. بس العفريت دي بتقعد تعكسك. الله بالقران يقول لن تنفعكم اموالكم ولا اولادكم. سبحان الله. ولا نساءكم ولا سيارة. هو العفريت يظهر بالليل ولا بالنهار؟ بس ما تشوف خيال. في عفريت نسيتوه حيوان بين الذيب وبين الثعلب نقول عليه سلعوه. سلعوه او واوي يسمونه الكويتيين او ولد ابناء اوا. سيدي في ناس تعفرتوا وبعدين تابوا. سبحان الله كل صعب بالحياه لين. سبحان الله يا رب. انت الحين لو شفت واحد عفريت شنو تنصحه سيدي ابو عيسى او عفريته؟ يسلم. لا اذا انس. اذا انس؟ ايه هم بعد يسلم. الله. اذا ما اسلم خلاص ما له فايده. سبحان الله. في عمر عفريته او عفريته عمله خير؟ الصالحه فيهم يا سيد. يا رب الله يجعلنا منهم وشكرا.